أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام في حلقة جديدة ولقاء متجدد نقرأ فيها تتمة لما سبق مقدمة كتاب المتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا لمؤلفها الأديب شيخ العربية محمود محمد شاكر رحمه الله وقفنا في الحلقة السابقة على نهاية الفقرة الثالثة عشرة لنبدأ اليوم قراءة الفقرة الرابعة عشرة بإذن الله. عنوان الفقرة الرابعة عشرة تأريخ المسيحية الشمالية في المأزق أوروبا وتفسيره. أربعة عشر وهذا المأزق الضنك في حياة المسيحية له تاريخ قديم سابق لا يمكن إغفاله. بل ينبغي أن يكون واضحا لنا كل الوضوح، لأن غموضه سبب كبير من أسباب فساد حياتنا الأدبية إلى هذا اليوم، بل إلى هذه الساعة التي تقرأ فيها كلامي، فعند مجيء الإسلام كان سلطان الكنائس المسيحية مبسوطا على الشام ومصر وشمال إفريقية وأرض الأندلس منذ قرون طويلة سبقت. وفي طرفة عين في أقل من ثمانين سنة تقوض فجأة سلطان المسيحية على هذه الرقعة الواسعة المتراحبة وزال زوالا سهلا وتقوض أيضا سلطانها على نفوس الجماهير الغفيرة من رعاياها ودخلوا دخولا سهلا يسيرا في الإسلام طوعا بلا إكراه بل أعجب من ذلك صاروا هم جند الاسلام وحماة ثغوره وعواصمه، وقارعوا النصرانية وحصروها في الشمال الاوروبي، بل أعجب من ذلك أيضا أن دخلوا في العربية دخولا غريبا وصار لسانهم لسانها، بل أعجب من ذلك أيضا ان خرج من اصلابهم كثرات كثره من العلماء الكبار الذين يجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم وبالعلم وبالسيف وصارت دار الاسلام كلها ديار ثقافه وعلم وخلق وحضاره تبهر الانظار والعقول في المشرق حيث مقر الخلافه في دمشق وبغداد وفي المغرب حيث ديار الاندلس كيف إيه حدث هذا سؤال جوابه جواب طويل ليس هذا مكانه ولكنه كان سؤالا يتردد في ضمير المسيحيه كلها كان جزءا من جواب هذا السؤال ان جاهدت الدوله البيزنطيه في الشمال ان تسترد ما ضاع وظلت اربعه قرون تحاول ان تعود فتخترق هذا العالم الاسلامي من طرفه الشمالي عند الشام وذهب جهدها هدرا ولم يغن عنهم السلاح شيئا وكل يوم يمر يزداد رعايا الرهبان والملوك انبهارا بالاسلام وخلقه وثقافته وحضارته ولم ينجو من هذا الانبهار لا الملوك ولا الرهبان انفسهم، وضاق الامر وكاد اليأس يخامر قلب المسيحية، لا تدري ماذا تفعل في تساقط رعاياها في الاسلام، او في ثقافته وحضارته طوعا بلا اكراه، ما معنى هذا؟ ايكون معناه ان المسيحية على ما هي عليه غير مقنعة لجماهير الرعايا؟ ولم يحيروا جوابا ولا وجدوا لانفسهم مخرجا والتقت حلقه البطان. البطان حزام الرحل على البعير وهو مثل يضرب للامر اذا اشتد وضاق ثم جاء ما يبدد هذا اليأس. هذه هي الجيوش الجراره من الهمج الهامجي تتدفق من قلب أوروبا تريد أيضا مرة أخرى اختراق العالم الإسلامي من شماله في الشام ونشبت الحروب الصليبية التي ستستمر قرنين كاملين من ست وتسعين وألف إلى واحد وتسعين ومئتين وألف ميلادي الموافق لتسع وثمانين وأربعمائة إلى تسعون وستمائة للهجرة في خلالها استولوا على جزء من ارض الشام، واقام به بعضهم اقامه دائمه، وانشاوا مماليك وخالطوا المسلمين مخالطه طويله، واحرزوا من كنوز العالم الاسلامي ثروه هائله يستمتعون بها، وعرف الهمج الهامج ما لم يكن يعرف. وامتلات قلوبهم شهوه ورغبه فيما فتنتهم به ديار الاسلام وحضارته ويعود العائدون بعد كل حمله من الحملات السبع الصليبيه الى ديارهم واهليهم يتحدثون بما راوا ويصفون ما حازوا ويبالغون في كل ذلك وينبهر السامعون ويتوقون الى الرحله والانضمام الى كتائب المجاهدين الصليبيين لتحقيق امالهم في الغنى والثروه والاستمتاع ولكن طول معاشره هذه الجماهير للمسلمين احدث لكثير منهم قلقا في صدق ما كانوا يسمعونه من الرهبان المتحمسين المحرضين على الحرب وهم يبشعون لهم امر المسلمين ودينهم واخلاقهم وحمل العائدون ايضا هذا القلق وتحدثوا به هكذا كان شان جماهير الهمج الهامج في ديارهم فاذا طال هذا وتكاثر فانه مما يهدد المسيحيه في عقر دارها في الشمال كله بلا شك وانتبه بعض الرهبان والملوك وعقلاء الرجال وبحثوا عن مخرج قبل ان يتفاقم الامر فكان بينا لعقلائهم ان سر قوه الحضاره الاسلاميه هو العلم علم الدنيا وعلم الاخره فعلم الاخره وهو الدين مقنع لجماهير البشر فهم يدخلونه طوعا واختيارا وعلم الدنيا كما راوا هو الذي مكن لهذه الحضاره الاسلاميه ان تمتلك هذه القوه الهائله المتماسكه التي شعروا انها مستعصيه على الاختراق وهذه الابهه الهائله التي تعيش فيها دار الاسلام ومضى نحو قرن ونصف من الحملات الصليبيه واصبح الامر اشد حرجا وصار بينا أن الحروب الصليبية توشك أن تؤوب بالإخفاق مرة أخرى فانبعث منهم رجال يطلبون العلم والمعرفة في أرض الإسلام ما استطاعوا في المشرق وفي الأندلس وظهر رجل من طبقة روجر بيكون الإنجليزي المولود سنة أربعة وألف المتوفي سنة أربع وتسعون وألف ميلادي الموافق لي أحد عشر وستمائة إلى ثلاثة وتسعين وستمائة هجري ممن شاموا العرب والعربية وجاهدوا في التعلم جهاد المستميت بصبر ودأب ليزيحوا عن أنفسهم وأهليهم غوائل الجهل وهب رجل من الرهبان ذوي الحمية أحسوا بالخلل الواقع في الحياة المسيحية التي لم تحم رعاياهم من التساقط السهل في الاسلام على طول القرون، هبوا لاصلاح هذا الخلل، فكان من اكبرهم رجل ذكي متقد، جاهد جهادا عظيما في سبيل دينه، اراد ان يزيل جهالة الرهبان والملوك، ويمكن لهم حجة مقنعة تحول بينهم وبين هذا الانبهار بالاسلام وثقافته وحضارته. ذلك الرجل هو توما الإكوين الإيطالي الكاثوليكي المولود سنة خمس وعشرين ومائتين وألف المتوفى سنة أربع وسبعين ومائتين وألف ميلادي الموافق لاثنان وعشرون وستمائة إلى ثلاثة وسبعون وستمائة هجري وبذكائه وحميته واخلاصه استطاع ان يحصل قدرا كبيرا من العلم والمعرفه متكئا اتكاء كاملا على القدر الذي استطاع ان يفهمه ويظفر به من عند كتاب الاسلام وعلمائه وفلاسفته ومتكلميه كابن رشد وابن سينا وغيرهم مريدا بكل ذلك اصلاح الخلل الواقع في الحياه المسيحيه والذي اضعف سلطان الكنيسه والرهبان على نفوس رعاياهم الذين لا سبيل لهم الى معرفه شيء من من دينهم إلا عن طريق الكنيسة والقصيصين والرهبان ولكن كان العائق عن أن تؤتي هذه النهضة ثمارها يومئذ أن لغة الرهبان ثم العلماء كانت هي اللاتينية القديمة وهي لغة لا يعرفها جماهير ورعايا الكنيسة وكانت أوروبا كلها تتكلم لغات كثيره مختلفه ولهجات شديده التباين ولكنها لغات قلقه في دور التكوين وكان اكثر هذه الجماهير اميا لا يقرا ولا يكتب فأصبح الرهبان والعلماء يسيرون في طريق ورعايا الرهبان يسيرون في طريق آخر فهم قطيع ينعق فيه ناعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم قطيع ينعق فيه ناعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وقضى الله قضاءه في السابع عشر من جماد الآخرة سنة تسعون وستمائة هجري الموافق لي السابع عشر من يونيو سنة واحد وتسعين ومائتين وألف ميلادي وسقط آخر حصن كان للصليبيين في الشام، ورجعت آخر فلول الحملات الصليبية إلى مواطنها متهالكة يائسة مستخذية صفر الوجوه من الخزي والعار، وفي قلوبها حسرة قاتلة على ما خرج من أيديها من متاع الدنيا وبهجتها وزخرفها. وفي سر انفسها ياس متحير ويقين مفزع ان دار الاسلام ديار ممتنعه على الاختراق، امتناعا لا سبيل الى تجربته مره ثالثه، وايضا قضى الله قضاءه المستور الذي لم يكشف عنه الحجاب بعد، ان لا تكون الحرب الصليبيه شرا محضا على المسيحيه المحصوره في الشمال، بل قدرا مقدورا. يحمل لها في طياته خيرا محجوبا ليكون غدا بهذا الخير الجنين عقوبه لعباده في دار الاسلام اذ اعجبتهم كثرتهم وغرتهم قوتهم وتاهوا بما اوتوا من زخرف الحياه الدنيا وركب كثير من عامتهم محارم الله وخالطوا معاصي قد نهوا عنها ونسوا حظا من الحق الذي في ايديهم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتركوا محجه بيضاء لا يضل سالكها واتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيله سبحانه فاورثهم بذنوبهم غفله سوف تطول بهم حتى يفتحوا اعينهم فجاه على بلاء ماحق فقضى ربك أن تعيش أوروبا كلها قرنا ونصف قرن بعد إخفاق الحروب الصليبية بين سنتي واحد وتسعين ومائتين وألف إلى ثلاثة وخمسون وأربعمائة وألف ميلادي الموافق لتسعون وستمائة إلى سبعة وخمسون وثمانمائة للهجرة في إصرار لا يتزعزع وفي دأب لا يعوقه ملل على ان تصلح الخلل الواقع في الحياه المسيحيه وعلى تحصيل العلم والمعرفه من دار الاسلام بكل وسيله ما استطاعت الى ذلك سبيلا رجاء ان تجد مخرجا من هذا المازق الضنك الذي حصرت فيه وهو تاريخ طويل حافل يعجزني ان اقصه عليك الان نكتفي بهذا القدر ان شاء الله وقوفا على نهايه الفقره الرابعه عشره لنبتدئ في الحلقه القادمه بالفقره التي بعدها ان شاء الله. تابعونا في الحلقات القادمه من قراءه مقدمه كتاب المتنبي رساله في الطريق الى ثقافتنا لمؤلفها شيخ العربيه ابو فهر محمود محمد شاكر رحمه الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والى لقاء مقبل